ليك يا كابتن اسلام، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي ومتابعي ملعب الاهلي. مباراه جديده و90 دقيقه جديده في بطوله الدوري العام انبي والاهلي على استاد بيترو سبورت في تمام الساعه 6 مساء. عارفين طبعا ان النادي الاهلي هو الضيف في هذه المباراه، فالتواجد هيكون 500 مقعد فقط لاعضاء الجمعيه العموميه، بعد طبعا الاجتماع الامني اللي انتهى امس بحضور العميد علاء صلاح طبعا مدير الامن ونائب مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره على ترتيب كافه الامور بدخول جمهور النادي الاهلي. وايضا على الجانب الاخر بيكون الفريق النادي انبي له العدد الاكبر في دخول الجمهور. بنتمنى ان شاء الله الجمهور المتواجد واعضاء الجمعيه العموميه المتواجدين كالعاده يكونوا دعم وسند لفريق النادي الاهلي وتشجيع ان شاء الله لاستمرار النادي الاهلي في سلسله الانتصارات والاداء المميز اللي بنشوفه خلال المباريات الماضيه كابتن اسلام، سواء في البطوله الافريقيه وايضا كمان في بطوله الدوري العام. مباراه اليوم بيدخل قائمه النادي الاهلي 19 لاعب بعد اختيار مستر مارتن رسالتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي هؤلاء اللاعبين. يمكن في عدد من اللاعبين كثير جدا بيغيب عن قائمه فريق النادي الاهلي، لكن لو بذكر معاك يا كابتن اسلام القائمه: شريف اكرامي، الشناوي، سعد سمير، ايمن اشرف، محمد هاني، محمود وحيد، علي معلول، حسام عاشور، هشام، محمد ناصر، ماهر، عمرو السوليه، كريم ندبد، جيرالدو، حسين الشحات، صلاح محسن، ورمضان صبحي، وجونيور اجايه، وباسم علي، وحمودي. اكيد طبعا بنطمن على رمضان صبحي، واحد من العناصر الرئيسيه والهامه جدا واللي بيأدي اداء اكثر من رائع خلال المباريات الماضيه. ان شاء الله رمضان النهارده يكون متواجد سواء على دكه البدلاء او ايضا كمان في التشكيل الاساسي، لكن من خلال الشكل العام من الواضح ان في تفضيل على ابقاء رمضان على دكه البدلاء للاستفاده فيه ان شاء الله في مباراه سيمبا بطل تنزانيا، المباراه الافريقيه القادمه، وايضا كمان في مباراه حرس الحدود اللي هتكون بعد مباراه انبي والنادي الاهلي. على ذكر اللاعبين وعلى ذكر الاصابات والاستبعادات اللي موجوده في مباراه اليوم، 15 لاعب النهارده يا كابتن اسلام غير متواجدين في قائمه المباراه، لاعبين لهم ثقل فني كبير جدا، اصحاب بخبره عاليه جدا، احمد فتحي، ووليد ازارو، وليد سليمان، مروان محسن، احمد الشيخ، صالح جمعه، ياسر ابراهيم، اسلام محارب، وعلي لطفي، محمد شريف، حمدي فتحي، احمد علاء، عمرو جمال، محمد نجيب، ورامي ربيعه، عدد كبير جدا، ويمكن نقدر نقول فريق تاني وفرقتين كمان في فرقه واحده متواجدين خارج هذه القائمه. لكن زي ما اكدنا وقلنا مستر مارتن والجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي، اللعيب اللي بيكون متواجد في القائمه سواء 18 لاعب او 19 لاعب لابد يكون جاهز فنيا وبدنيا بشكل كبير جدا، لان المرحله القادمه لابد يكون اللعيبه طبعا متماسكه بشكل كبير، ما يبقاش في اصابات. عندنا كل مباراه للاسف الشديد بنفقد عدد كبير يا كابتن اسلام من اللاعبين، اصابات ما بتكونش طويله لكن مراكز حساسه بشكل كبير، بيحاول مستر مارتن يوظف يمكن عدد كبير من اللاعبين ما بتلعبش في اماكنها، لكن يمكن بنشوف لاعبين كثير جدا في المباريات الماضيه بيأدوا ادوار اكثر من رائعه. زي ما اكدنا وقلنا لابد يكون في انكار ذات كبير جدا للعيبه النادي الاهلي، عدم التقيد طبعا بمركز اللي هيكون متواجد في اي مركز، لابد يكون بيأدي بنسبه 100% لفائده طبعا والاستفاده منه ايضا كمان فائده فريق النادي الاهلي. كالعاده ايضا كابتن اسلام متواجدين في فندق الاقامه، بننقل كل الاخبار والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه. محاضره فنيه اخيرا انتهت بالفعل هنا في فندق الاقامه لوضع التكتيك والتشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي، وايضا كمان التركيز على كل نقاط القوه والضعف لفريق انبي، التمركزات الخاطئه اللي بيقع فيها النادي الاهلي، تمركزات المهاجمين. محاضره طبعا فنيه اكيد لمستر مارتن اتكلم بيها في كل الامور الفنيه. ان شاء الله يبقى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم، 3 نقاط مهمين، اداء ان شاء الله يستمر في النادي الاهلي في سلسله الانتصارات الرائعه سواء في البطوله الافريقيه وايضا كمان في بطوله الدوري العام. وان شاء الله باذن الله كابتن اسلام كالعاده سواء في ملعب المباراه وعقب انتهاء المباراه يكون لنا لقاءات مع لاعبي والجهاز الفني لفريق النادي الاهلي، نحاول ان احنا نشارك معهم فرحتهم باذن الله يكون الاداء والنتيجه من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام.